والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. والرب هو المعبود، الرب هو المعبود أي المنفرد بتوحيد الربوبية، يجب أن يفرد بتوحيد الألوهية. والدليل على ما هي عادة المؤلف رحمه الله تعالى، وذكر الدليل من سورة البقرة. ذكرنا أن أول نداء في القرآن في هذه الآية، أول يا أيها الناس، ليس معنى هذا الكلام أنه أول ما نزل من القرآن، لا، أول نداء على ترتيب المصحف هو هذه الآية. إذن أول نداء في القرآن نداء إلى التوحيد، وأول أمر بالقرآن أمر بالتوحيد، اعبدوا أي وحدوا، وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك، وهذا فيه أهمية التوحيد وخطر الشرك. الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في أول السورة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمن وكافر ومنافق، وذكر أوصاف كل فريق من هؤلاء الثلاثة، ولكن أطال الله سبحانه وتعالى في وصف المنافق، لأن المنافق يلتبس أمر على كثير من الناس، هم العدو فاحذرهم. ثم جمع الله سبحانه وتعالى الجميع، قال يا أيها الناس، أي من مؤمن وكافر ومنافق، اعبدوا، أول أمر في القرآن أي وحدوا، اعبدوا ربكم. لماذا؟ قال لأنه هو المنفرد بالربوبية، يجب أن يفرد بالألوهية سبحانه وتعالى. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إذا كان هو الخالق هو المستحق للعبادة كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم، لا خالق إلا الله، هو الخالق لكم ولكل المخلوقات. والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تجعلون بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة. هذا من أحسن ما قيل في التقوى، أنها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة لا على جهل، لعلكم تتقون. ثم ساق الله سبحانه وتعالى الأدلة التي تدل على انفراد سبحانه وتعالى بالربوبية، وأنه هو الرب سبحانه وتعالى، وبهذا يكون الاستدلال على توحيد الألوهية. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل، الإنزال أنزل من السماء، هذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى له العلو في الذات والعلو في الصفات، على ما سيأتي معنا من معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات لله سبحانه وتعالى علو في الذات وعلو في الصفات. نعم. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثم جاء بأول نهي في القرآن: فلا تجعل. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، يجب أن يفرد بالألوهية، ولا يجعل مع الله شريك في توحيد الألوهية. فلا تجعلوا لله أندادا، وقلنا هذا أول نهي في القرآن، نهي عن الشرك. والند هو الشبيه والنظير والمثيل، أي لا تجعلوا مع الله شبهاء ونظراء ومثلاء، تصرفون لهم ما لا يصرف إلا لله من الدعاء والذبح والنذر وغيره. وأنتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ قال تعلمون أن الله سبحانه وتعالى، وقد أقر الكفار بهذا، تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، يجب أن يفرد بالألوهية. وهذا كثير في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى يحتج على الكفار الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام أنهم أقروا بالربوبية والزمهم من هذا الإقرار بالألوهية، ومن صرف شيء من العباد لغير الله فقد وافق الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في القواعد الأربع في القاعدة الأولى. نعم.